رز ابيض عادي خالص مستوي بقيت عندك او انت لسه عاملاه. ايه كمان عندي؟ شويه من اللحمه المفرومه، يعني حوالي ربع كيلو، حوالي ربع كيلو عندك اقل مش مشكله، معلقتين ثلاثه. ايه لحمه؟ عندك كيس لحمه معصجه خدي منه حبه. انا عشان هعصجها دلوقتي هعصجها بالبصل وقرفه وجنزبيل وملح وفلفل، وهاخد شويه جبنه رومي مبشوره ماشي، وهروح احط لها ايه دقيق وبيض وبقسماط، هعمل منها برجر. هاخد اسوي اللحمه، لو انا مش عندي اللحمه معصجه في الفريزر هسويها بايه؟ ببصل وملح وفلفل وقرفه وجنزبيل واللحمه بس كده. وهنزل حته اللحمه المفرومه دي حوالي ربع كيلو، قرفه وجنزبيل وملح وفلفل، رشه قرفه، رشتين جنزبيل، شويه الملح عشان اللحمه، والفلفل الاسود، وابدا ايه اسوي اللحمه خالص. ادي كده اللحمه استوت، هنزلها كده في البوله، وده الربع كيلو لحمه اللي انا عملته، عصجته او طلعتيه من الفريزر متعصج، عليه اديه مرتين رز يعني، وطبعا زي ما انت تحب، لو عايزه اكتر رز حطي اكتر رز عادي مش مشكله ماشي. وهروح كده ايه مقلباهم مع بعض، رز مستوي على اللحمه المعصجه، وعليها بقى ايه قولي كده شويه جبنه رومي مبشوره، قولي كده نص كوبايه او اكتر شويه من الجبنه الرومي المبشوره. خلاص انا جبت بيضه ضربتها ماشي مع شويه فلفل اسود، حط زيت على النار ايه يتقدح. بصوا كده بضغط كده على القرص كده اهي، وراح منزله في الدقيق، بعمله تغليفه في الدقيق كده في الدقيق، اغلفه كده، وبعدين في البيض كده، وبعدين في البقسماط، وبعدين احطها في الفريزر شويه ماشي علشان ما تفكش معاكي، هي ان شاء الله مش هتفك ولا حاجه، بس برضو خلينا في الاحتياطي. بص كده بعد ما طلعها من الفريزر بقى، دي انا عاملاها من قبل الحلقه اتنين تلاتة، وجنبيها بطاطس محمره، حابه تحطي بقى شويه خس، شويه خيار، سلطه خضراء لو تحبي اللي تحبيه.